الحوت الأزرق. أكبر ما خلق على وجه الأرض، أكبر من أي ديناصور، لكننا للأسف لا نعرف عنه سوى القليل. ولكن هذا الأمر أخذ في التغير، فالعلماء يكشفون عن أسرار هذه العمالقة. قصة المغامرة والاكتشاف والأمل في أعالي البحار. شاهد الحيتان الزرقاء بحجمها الطبيعي على شاشة آيماكس العملاقة. الحيتان الزرقاء، عودة العمالقة.